بسم الله الرحمن الرحيم. كميل المنامي حكاية من حكايات الوطن، ونموذج من نماذج ضحايا التعذيب الذين سلخت جلودهم في طوامير الظلم والجور الخليفية. لا تنحصروا مظلومية كميل المنامي فقط لأنه ضحية من ضحايا التعذيب، ولأنه معتقل ومحكوم بالسجن المؤبد، وإنما اعتقل كميل المنامي وسجن وعذب في فترة بعض الناس ما زالوا في سبات، في فترة كان الشعب موعود بالثورة ولكنه لم ينتفض ولم ينهض إلى الثورة. في هذه الظروف كان كميل المنامي يعاني أهوال التعذيب في طوامير السجون الخليفية، هو ورفاقه. مظلومية كميل المنامي كذلك في التعذيب الذي حصل عليه وفي السجن الذي سجن فيه ظلما وجورا، وبحرمان ابنته الصغيرة من حنان والدها، وبجعله في سجن العزل أكثر من عام في هذه الطامورة التي كان فيها وحده يناجي ربه. هو كميل المنامي وخيرة أبناء الوطن وقادة الوطن. ستشرق شمس الحرية وسيأتي فجر الانتصار في يوم من الأيام، رغما عن أنوف الخليفيين ورغما عن أنف الاحتلال السعودي، ومهما فعلت دول الاستكبار العالمي من دعم إلى هذا النظام الخليفي، لأن هؤلاء الشباب ولأن هؤلاء القادة ولأن هذا الشعب إنما يعتمد في مسيرته وفي نضاله على الله وعلى السماء، وإنما يقدم جراحاته في سبيل دينه، فدينه يحارب ومساجده تهدم وأعراضه تنتهك، وبالتالي لا يوجد خيار عند هذا الشعب المظلوم وعند هذا الشباب الثائر المعذب الذي يرزح في طوامير السجون إلا أن يقف ثابتا ليجاهد في سبيل الله، ينتظر نصرا موعودا محتما من عند الله. ومهما فعل الخليفيون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، إنه النصر قادم بسواعد هؤلاء الشباب، إنه النصر قادم من أنات كميل المنامي، إنه النصر قادم من دماء الشهداء، إنه النصر قادم من ضحايا من تضحيات قادة الثورة، إنه النصر قادم من ثبات الحرائر اللاتي تدفعن أبناءهن في الميدان، واللاتي ترفعن أكفهن إلى السماء تدعو الله وتدعو على هذا الدكتاتور القاتل المجرم حمد. سيأتي يومه وسيأتي يومنا، يومه عذاب ويومه خز ويومه ذل، ويومنا انتصار ويومنا فرح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.